كطوق نجاة يقيها من الغرغ في دوامة تدهور الخدمات، تلقفت السلطات بحضرموت ما أقرته الحكومة مؤخرا من تخصيص ما يقارب 38 مليون دولار لمعالجة ملفات الكهرباء والمشتقات النفطية بالمحافظة. ذلك ما تجلى في رسالة الشكر والامتنان التي بعثها المحافظ البحسني للحكومة لمواقفها تجاه ما وصفها بأهم القضايا والمشكلات التي تؤرق إدارته والتي تواجه عجزا في توفير المحروقات للسوق المحلية وتشغيل محطات الكهرباء بعد توقف بعض مولداتها جراء نقص الوقود. المشكلة الرئيسية في عجز التوليد هو مشكلة إمداد الوقود لمحطات التوليد. طبعا نحن الحاجة اليومية المحطات الديزل المحتاجين حوالي 400,000 لتر ديزل، وبالمثل مازوت محطات بجرش والريان. طبعا نتيجة الاختناقات في إمداد الوقود تعال توصلنا يوميا نص الكمية، وأحيانا ما توصل ما فيش وقود يوصل محطات التوليد. أزمة المشتقات النفطية ليست بالجديدة على حضرموت التي يصل إنتاجها الحالي نحو 2 مليون برميل خام كل شهرين، لكنها الأشد وطأة منذ قرابة العام. فارتفاع أسعار الوقود المتزامن واستمرار فقدان الريال لقيمته الشرائية صعد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية. لاقي صعوبة صراحة معيشية من ارتفاع الأسعار وارتفاع المشكلات النفطية، بارتفاع الصرف اليوم يعني نلاقي معاناة كبيرة في حياتنا المعيشية، بعد لأن الدخل والظروف المعيشية الاقتصادية بهالبلاد ونحن نعاني كثير كثير الآن. وكثيرا ما تراهن السلطات بحضرموت على تلك القرارات لمساعدتها في إيقاف تدهور الأوضاع الخدمية، لكن الفوز بهذا الرهان يعتمد بحسب مراقبين على مدى التزام الحكومة بتنفيذ وعودها، خصوصا وأنها ليست الأول من نوعها. لا تخفي السلطات بحضرموت قلقها المتزايد من واقع تدهور الخدمات بالمحافظة وما قد ينتجه تأخر الحكومة في إسنادها خدميا من انعكاسات سلبية في ظل حديث مكونات سياسية ومجتمعية عن لجوئها لما وصفته بالتصعيد النوعي ضد الحكومة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.